أنا عندي قصتين، قصتي بهذا المكان وقصتي قبل ما أنضم لهذا المكان. المرأة مش نصف المجتمع، المرأة كل المجتمع، لأنها هي اللي بتربي الذكر والأنثى. أنا خولة الشيخ، أول موسجية بالأردن. قصتي بدأت من 2002، كانت عن طريق قطع توفير المياه. كنت سيدة متطوعة أروح أدخل على البيوت أوعي ست البيت عن قطعة توفير المياه، كيف تيجي فاتورتها ناقصة. أنا أسست أول مركز تدريب مهني للسيدات للمهن الغير تقليدية. بلشت بال 2002، صادفتني مشكلة عند إحدى الزبائن، فبتقول لي إنه طيب هدفي توفير المياه أنا، طب ما هو الحنفية بتنقط بتعرف تصلحيها؟ قلت لها ما عندي خلفية، جيبي مواسرجي. بتقول لي هلا أجيب مواسرجي وأروح أعطل جوزي من شغله عشان يجيبه؟ لو بتعرف مش كان خففتي عليه؟ وفعلا فقلت ليش لا. فكنت أتعاون مع ملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردني، دخلنا أول دورة لصيانة أدوات الصحية المنزلية، كنا 16 ست في مؤسسة التدريب المهني. طبعاً قبل ما أنضم لهذا المكان أو أني أفكر بسباكة، كنت أنا في بيتي لا بروح ولا باجي. أنا أول شيء سيدة أرملة، زوجي متوفي، انضميت لمشروع بجنب بيتي كان هو عن تمكين المرأة، حقوقها وكذا. رحت فاجأت إنه أنا إلي حقوق وإلي واجبات ما بعرف. مرة من هالمرات سمعت عن السباكة وصاروا يحكوا إنه في سباكة وفي سيدات رح ينضموا لهاي المجموعة، وشو رأيكم وشو رأيكم؟ رفعت إيدي من ضمن المجموعة اللي بتتشارك بهاي الورشة. فلحسن حظي إنه وقع علي الاختيار. شو حكيت أنا بيني وبين حالي؟ كيف بدي أروح بكرة أتسلى. بس أول يوم هيك بدي أروح أتسلى، وشو موديني وشو هاي الورشة وشو هاي الزلام؟ أنا بيني وبين حالي. كان في هناك سيدة هي عم بتدربنا، خولة الشيخ. بس شفتها بيني وبين حالي قلت هاي بدها تدربنا، شو بدها تدربنا هاي؟ عايش بدها تدربنا يعني الصراحة. حلوة وشقرة وطويلة وديها هدول بدهم يشتغلوا. بعدين شوي شوي أنا صرت أشتغل على حالي كبعيد عن الفريق، إنه أنا بدي أطور من نفسي. صرت أشوف ست خولة شو بتعمل؟ أعمل زيها. ست بتفهم على الست، يعني أنا لما أروح عليها ممكن إنه لما يجي زلمة يضبط لها ممكن تلاقيه وسخ المكان، احنا لا طبيعة شغلنا بننظف مكان ما اشتغلنا، بنلم اغراضنا، ما يعني بتحسش انه اشتغلنا اصلا لانه حاسين فيها. الحمد لله هيك حسيت انه حلمي عم شوي شوي عم بلش يتحقق، لولا الإرادة والتصميم ولا كان ما في موسرجيات هلا موجودين في الأردن بأعداد لا بأس فيها.